Why am I looking at you? You're a picture in a frame. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو أول شي رح نسألكم سؤال. قبل مرة شفتوا شي حبر إجا على تيابكم بعدين حسنتوا تشيلوه بطريقة كتير سهلة أو راح لحاله؟ فهاليوم رح نصنع لكم شي بيشبه هالشي، شي اسمه الحبر السحري. انتم شايفين هون مثل الحبر لونه احمر، اذا اجى على ثيابكم رح يلون لكم اياها باللون الزهري انتم ملاحظين، ولكن هذا اللون الزهري اللي شايفينه هون رح يروح بعد فتره من الزمن، يعني خلال مده بسيطه رح تلاقوا لحاله تلاشى وراح عن ثيابكم ورجع اللون مثل ما كان اللون الشفاف او الابيض. فاليوم رح نعلم لكم كيف بصنع هذا المحلول بطريقه بسيطه. هلا احنا كلياتنا قاديم المدارس بمادة الكيمياء او قاديم الجامعة مثل وين قادينا، انه اذا عندي اي مادة قلوية مثلا فينا نجيب هيدروكسيد الصوديوم او الاطروني الكوستيك اللي بتسموها بالسوق تجاريا، فينا نجيبها عند اي عطار، بنجيبها بنحلها بشوية مي، اضفنا لها مشعر اسمه الفينول فتالين ولو بضع نقاط، راح تلاقوا راح يتحول لونه اللون الزهري. مثل ما بنعرف انه مشعر الفينول فتالين بيلعب دور بالوسط القلوي بيصير لونه زهري، وبسط الحمضي رح يرجع لونه شفاف. فمثل ما ملاحظين هون صار لونه زهري، وهذا المحلول اذا انا رجعت ضفته فوق اي كاس يحوي على حمض نوعا ما ولو كانت كميته بسيطة، فانه عدل لي الوسط، فمثل ما ملاحظين رح يختفي لونه ويرجع لونه لا شفاف تماما. حطيت الكمية كلياتها وظل المحلول شفاف. فشو السبب اللي هون عم يصير عندي اياه؟ السبب هون عم يتعدل فيه الكمية الاساس اللي عندي اياها بكمية الحمض الموجودة، اذا انتم لاحظتوا كانت كميته بسيطة ورجعت شفاف، مثل ما ملاحظين رجع المحلول شفاف تماما. فانا فيني اطبق هالفكرة عندي وصنع منها الحبر السحري، باعتبار ان الجو الموجود عندي بيحتوي على نسبة معتبرة ومنيحة من غاز ثاني اكسيد الكربون. وطبعا غاز ثاني اكسيد الكربون هو غاز حمضي، فانا رح يروح لي الحمض الموجود هون او الهيدروكسيد رح يحول لي اياه لقلوي. فانا كيف رح اسوي هذا الشيء؟ بكل بساطه انا رح اجيب عندي مثل ما قلت لكم الهيدروكسيد اللي عندي اياه، رح اضيف له مشعر الفينول فتالين، او اذا بدي احصل على اللون الزهري ففي مشعر ثاني اسمه الثيمو فتالين، فهو رح يكون لونه ازرق بوسط القلوي وعديم اللون بوسط عديم اللون بوسط الحمضي. فرح اجيب انه بضع نقاط مثلا رح احط على مكان ثاني بالمريول مثلا عندي اي قطعه بيضاء، فحطيت هالنقط اللي عندي انا هون بس انا بدي اتخلص منهم بسرعه. فشو رح اسوي؟ رح اجيب ملح الليمون او حمض الليمون، بتعرفوه كلياته كل بيت رح يكون متواجد عندكم، او فيني اجيب ليمونه عاديه وراح حلها بشوية مي. مثل ما ملاحظين هون ضفت وحليت عندي بشوية مي ملح الليمون، فأنا هون الحمض اللي عندي اياه فبمجرد ما أحط عليه شوية حمض الليمون فمثل ما ملاحظين عم يروح ويختفي. فراح أحاول أوضح لكم الفكرة أكثر. مثلا أنا راح أجيب قطعة القماش اللي عندي اياها هون، مثل ما ملاحظين إنه هذا اللون الزهري لحاله اختفى بدون ما أضف له شيء، إنه مثل ما قلت لكم هو بيحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون. فانا راح اضيف الهيدروكسيد اللي عندي اياه، راح اجيب بالايدي بحمض الليمون، مجرد ما احط عليه راح تلاقوا اللون كيف عم يختفي، عم يرجع المحلول ويرجع المريول اللون الابيض، وراحت عندي كل النقاط اللي كانت ملونه باللون الزهري. فهي طريقه بسيطه لصنع حبر بالبيت بمنتج كثير بسيط، فيكم تستخدموا حبر سحري وتمزحوا فيه مع رفقاتكم. وهي كانت طريقة كتير بسيطة، فيا رب تكونوا استفدتوا منها. ومثل ما قلت لكم هاي مثلا اذا رجعت ضفت المحلول الهيدروكسيد فوق ملح الليمون اللي عندي انا محضره، فانتم ملاحظين كيف اللون رح يختفي عندي تماما ويضل المحلول شفاف. وان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. وكنت معكم انا الكيميائي ابراهيم بيطار، ولا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة تدعموني بأي تعليق، وشكرا كثير لكم. كنت معكم الكيميائي ابراهيم بيطار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلومة صغيرة نسيت لكم اياها، اذا حاسين انه المشعر عندكم اياه لونه كثير باهت وما معلم على المحلول، ففيكم تغمقوا المحلول بطريقة كثير بسيطة.
اما بتضيفوا القليل من المشعر كمان اضافي فوق منه فرح تلاقوا المحلول صار لونه غامق وقاتم، او فيكم تضيفوا المزيد من الحمض اللي عندكم اياه، عفوا الماده القلويه اللي عندكم اياها، فبالتالي رح يصير عندكم لون غامق كمان، رح تلاقوا كيف رح يصير اثره على الثياب اكثر واغمق، وبده فتره ومده اطول لحتى تحسنوا تخلصوا منه. فانا هون غمقت المحلول اكثر واكثر عن طريق اضافه هيدروكسيد اضافي وضفت مشعر كمان. انتم ملاحظين هاي النتيجه، مثلا هون راح اضيفه هون على جنب، شوف الفرق، صار لون اكثر غماقة، بده وقت اطول حتى يطلع من على الثياب، وبس فينا نطلعه بطريقه كثير بسيطه ما قلت لكم عن طريق حمض الليمون. وهالمعلومه كانت هيك جانبيه نسيت لكم اياها. سلام.